السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في حصادنا الإخباري، ونبحث اليوم ملف حرية التعبير والصحافة وملاحقة السلطات الحكومية لمنتقديها في بلد يتذيل دول العالم في مؤشرات حرية التعبير والصحافة، إذ قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في العراق تسعى لقمع حرية التعبير بشتى الوسائل وتستمر في تجاهلها الصارخ للتضحيات الاستثنائية التي قدمها العراقيون خلال ثورة تشرين لضمان حرياتهم. كما حل العراق في المرتبة 172 من أصل 180 دولة شملها آخر تصنيف لحرية الصحافة أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود التي تدعو بشكل مباشر إلى حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات. وما يعزز هذا الواقع هو إطلاق وزارة الداخلية الحالية حملة اعتقالات بداية هذا العام، طالت عددا من الناشطين بعد تشكيلها لجنة متخصصة بمحاربة ما وصفته بالمحتوى الهابط، وما أثار عاصفة انتقادات واسعة أطلقتها أوساط شعبية وحقوقية ونيابية. إذ قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن السلطات في العراق تعتمد على قوانين تحتوي مصطلحات فضفاضة وقابلة للتأويل والتفسير بشكل كيفي، وعلى إثرها يتم اعتقال منتقدي الحكومة، فيما انتقد المدونون والناشطون عدم شمول هذه الحملة للشخصيات التي تثير الفتن الطائفية داخل المجتمع العراقي. يأتي ذلك في وقت تحاول فيه السلطات الحكومية تمرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل، والذي تنص مواده على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس 30 عاماً وغرامات مالية تبلغ نحو 100 مليون دينار عراقي. رافقت مشروع القانون هذا موجات واسعة من الانتقادات الحادة التي أصدرتها جهات عديدة، إذ عده ناشطون وصحفيون مقدمة لقمع أوسع لحرية التعبير في البلاد، بينما هاجمت منظمة اليونسكو هذا المشروع الذي توظفه السلطات كأداة سياسية لمحاربة منتقديها، مؤكدة وجود أجندات سياسية تقف خلف محاولات إقراره في البرلمان الحالي. فيما أقرت اللجنة القانونية البرلمانية بوجود رفض شعبي كبير لهذا المشروع المثير للجدل، لافتة إلى وجود ملاحظات كثيرة تثبت أو ثبتت عليه بين الأوساط النيابية والصحفية وكذلك الشعبية، خشية استغلالها لقمع حرية التعبير وحق التظاهر السلمي. وفي ذات السياق قالت نقابة الصحفيين العراقيين إن السلطات الحكومية تكرس عبر هذه القوانين الممارسات القمعية التي تنتهج ضد الصحفيين والناشطين، كما أنها تحاول فرض الرقابة عليهم حتى داخل منازلهم. بينما أشارت صحف عديدة كصحيفة إندبندنت وصحيفة القدس العربي إلى أن السلطات في العراق تتبع أسلوب دس السم بالعسل، وتستخدم القوانين أو أوراق ضغط لفرض هيمنتها على حرية الصحافة والناشطين والمدونين والمجتمع المدني، بغية القضاء على أي صوت ينتقد العملية السياسية. إذن مشاهدينا، كان هذا استعراضا لأبرز ما يخص ملف حرية التعبير والصحافة في العراق ضمن حصاد 2023.